الموتيو شداتي سبب فرحين صديقي المهم فاش الموقع اللي فتحنا هاد الفرصه باش نكون في المغرب اللي كتستهدف العجز السياسي هو التحكم في المسار الشبيبه هذه من طرف القياده السياسيه للحزب انه وثلاثه الشيء اللي ما كاينش مع الاتحاد الشرقي اليوم اللي كنا كنطرحوا عليه الاشكاليه انه في المؤتمر الوطني ديال 2009 القياده والمكتب السياسي نتاع الحزب كيقول لك موضوع الشبيبه لن ينضج به لتكذيب مصيره بذاته يعني حنا غادي نديرو فوقاش المؤتمر الوطني القضيه بزاف ديال الاسماء ما كنعتقدش بانه شخصيه عموميه كناقشوا الافكار ديالها والتوجهات ديالها غادي تكون قضيه قانونيه انا ما اعتقدش انا بغيت شي اسماء واش ممكن يعترف بالجريح الا كان جريح لا ماشي جريح لا ما كانش جريح اسم لان السي اسامه الخلفي نهار لقى 20 فبراير قال بانه لن ينضم الى لن يتسيس ولن ينضم الى اي حزب سياسي تعشى الى المقاطعه السياسيه مباشره بعد انتهاء 20 فبراير كينضم الحزب السياسي نهار الاول نهار يخرج في 20 فبراير كان الضوء يعني كتخلي واحد واليوم كتكلفوا باش انه يتكلف بتشكيل الشبيبه داخل الحزب يعني كنعتقد بانه ما انا كشخصيا الى شنو نضم الحزب كنشوف واحد السيده واش كينفرد نهار الاول وهو اليوم اللي كيدعي لك انا كيكلفني ما كنعرفش نقول قضيه اخرى مثل قضيه ديال الاحزاب نتاع الترحال السياسي مثلا في قضيه الحركه الشعبيه السي الخضر حدوش نهار الاول كان في الحركه الشعبيه مشى الاسرى والمعاصره خرج من الاسرى والمعاصره ولا الحركه الشعبيه وترشح في الانتخابات الشريعيه يعني انت كتشوف المسلسل السياسي السيد كيلا في ماتش قتلو مره هنا مره هنا مره هنا وانت في راسك ديك لما تمشي وشكرا شكرا